خد، والا الدكتور هيضطر يعمل حفره في سنانك. اسنانك ليه؟ ده بيقوي سنانك فبيمنع التسوس. تسوس؟ تعال اوريك دكتور السنان بيشرحها ازاي. قشره البيضه فيها كالسيوم زي سنانك تمام، الناحيه دي بننظفها بكريستال وبنحط البيضه جوه الخل. خل؟ ده مفعوله على القشره زي الحامض اللي بتكونه بقايا الاكل على سنانك. نسيبها كده بالليل. شايف الناحيه دي بقت طريه وضعيفه عشان كده سنان بتسوس، وناحيه كريست لسه قويه. استعمل كريست دايما، كريست بيخلي سنانك قويه قويه من التسوس، محميه.